نشر موقع باس في دي نيوز الالكتروني تحقيقا جديدا يكشف فيه عن بناء الصين بشكل سري العشرات من معسكرات الاعتقال والسجون الجديده الضخمه في اقليم شينجيانغ خلال السنوات الثلاث الماضيه. وتعزز هذه الخطوات سطوه الحزب الشيوعي الصيني وحربه ضد اقليه الايغور المسلمه المضطهده. حيث تعد هذه السجون والمعسكرات الجديدة جزءا من حملة الاعتقال الجماعي التي تقوم بها الصين لأكثر من مليون وثمانمائة ألف إيغوري والتي بدأت في أواخر عام 2016 ووفقا للتحقيق فإن بناء هذه المعسكرات انما يدل على تحول جذري بعيدا عن الاستخدام المؤقت السابق للمباني العامة مثل المدارس ودور التقاعد إلى بنية تحتية واسعة ودائمة للاحتجاز الجماعي. واستند الموقع الإلكتروني على صور من الأقمار الصناعية فضلا عن مقابلات مع عشرات المعتقلين السابقين كاشفا أن الصين أنشأت نحو 260 مبنى منذ عام 2017 ووضع شين كوانغو أمين الحزب الشيوعي الصيني في شينغيانغ في عام 2016 الأقليات المسلمة تحت المراقبة الدائمة واستعان في ذلك بكاميرات التعرف على الوجه وتتبع الهواتف المحموله ونقاط التفتيش اضافه الى فرض العمل القسري عليهم، وذكر التحقيق انه لاحتجاز الاف الاشخاص، اعادت الحكومه استخدام المدارس القديمه وغيرها من المباني، الا ان تزايد اعداد المعتقلين دفع السلطات في عام 2018 الى بناء مرافق جديده تتميز بتدابير امنيه اكبر. كذلك أضافت الحكومة مزيدا من المصانع داخل المعسكرات ومجمعات السجون خلال تلك الفترة ما يشير إلى توسيع العمل القسري داخل المنطقة ومع هذا فإن المباني التي جرى تشييدها تتميز بأسوار ضخمة محاطة بالأسلاك الشائكة وفيها تحصينات كبيرة وأبراج حراسة وعلى عكس المواقع القديمة تبدو المرافق الجديده اكثر ديمومه وتوفر المجمعات الاكثر تحصينا مساحات صغيره بين المباني وساحات صغيره ذات جدران خرسانيه فضلا عن وجود شبكات طويله من الممرات كذلك فان تصميم هذه المجمعات يجعلها لا تسمح بمرور الا قليلا من الضوء الطبيعي الى داخلها